بكم مدرسين ومدرسات، ارحب بكم اجمل ترحيب. واليوم راح نبدي محاضرة على التليجرام، بما انه بدنا نتواصل ويا الطلاب بالوقت الحالي عن طريق التليجرام. راح ناخذ ميزة من مميزاته، وان شاء الله كل محاضرة ميزة هناخذ اللي تخدمنا احنا كشريحة مدرسين. يعني في اليوم الميزة اللي هناخذها بالتليجرام حتكون على وضع الاسئلة او وضع اختبارات من خلال التليجرام من نفس البرنامج. يعني نقدر نصيغ الاسئلة ونخليها. فنفتح واجهة التليجرام مثل ما عندنا واضحة، تختار البحث اللي بالأعلى، تكتب البوت الخاص بالامتحان أو بالكويز. تكتب الات كويز بوت، كويز بوت، هيفتح لنا أول اختبار. لاحظ أول اختبار كويز بوت، هذا تختاره حتى نهيئ أسئلة عن طريق هذا البوت. راح نقدر نصيغ الأسئلة، تنطي إعادة تشغيل، هيطلع لك سيساعدك هذا البوت على إنشاء اختبار يحوي سلسلة من أسئلة الخيارات المتعددة. يعني نسوي لك سؤال باختيارات متعددة، إنشاء اختبار جديد هذا اللي حندخل عليه، عرض اختباراتي، اللغة العربية أهم شيء تركز عليها، إنشاء اختبار جديد نضغط عليه. ولما ضغط على إنشاء اختبار جديد حيحدد لك المادة اللي تمتحن بيها، امتحان حاسوب، امتحان رياضيات، اجتماعيات، انجليزي، حسب اللي انت تحتاج. نكتب مثلا اختبار او امتحان الحاسوب. ولما عينت المادة اللي حتمتحن بيها راح يطلب منك وصف لهاي المادة، انه امتحان يومي، امتحان شهري، امتحان بس بالفصل الاول، امتحان بالدرس الاول الى اخره. فوصف شيء بسيط، لا مثل اكتب سكيب وعبرها. نكتب مثلا امتحان يومي. حاليا صارت الهيكلية انه الامتحان شنو نوعه والوصف له، راح نبدأ نصيغ الاسئلة. فنختار انشاء سؤال، راح يفتح لنا هذا السؤال الاستفتاء. قبل ما ابدي حتلاحظ كلمة انشاء بلون باهت، لازم تتفعلها. شو وقت تتفعل من صيغ السؤال وصيغ الاجابات مالته وتحدد الجواب الصحيح يلا تتفعل. هسه مثلا من الامثلة على وحدات الادخال، مثلا نختار، نكتب مكبرات الصوت، نكتب مثلا الروم. حاليا هم باهت، ياها تفعله اثر اعدادات الادخال. اكيد الماوس لاحظ تفعل، تنطي انشاء. بس قبل ما تنطي انشاء عندك تخلي استفتاء سري حتى يكون الجواب بس الك ما يطلع للطلبة الباقين. وضاف الشرح، هذا الشرح في حال الطالب اختار مكبرات الصوت، اختار الروم، تكتب مثلا الجواب الصحيح. صحيح الروم، عفوا الماوس. ولما حددت الجواب الصحيح كملت الهيكلية تنطي إنشاء. هاي الملاحظة أو هذا الجو اللي كتبناه آخر شيء، هذا يطلع للطالب في حال اختياره خطأ إنشاء. خلصت أول سؤال. إذا عندك مشكلة تختار الأندو في حال كملت الأسئلة كلها. عندك 5 أسئلة، 4 أسئلة تختار الدون. عندك بعد أسئلة تيجي تضيف ما تختارها، تضيف إنشاء سؤال لحد ما تكمل وتقفل للأخير تختار الدور. فإنشاء سؤال ثاني حنسوي نفس الطريقة، من استخدامات الحاسوب في المجتمع. أما نضيف إضافات، نكتب مثلا في البيانات لعل التعيين. تكتب الثاني في التعليم مثلا، خلي الجواب الصحيح مثلا وحدة الحساب والمنطق. هاي بصورة عامة
هاي كنا الأسئلة. حاليا كلمة إنشاء ما مظلة، فنختار الجواب الصحيح في التعليم حيظل الإنشاء، تخليه استفتاء سري، عندك ملاحظة تكتبها، الطالب تختار الجواب الصحيح في التعليم، خاف الطالب يختار في وحدة الحساب والمنطق في البيانات جواب خطأ حتى يكون على بينة إنه الجواب الصحيح في التعليم. كنا السؤال الثاني كملناه، ما عندنا أي شيء، تنطيه إنشاء. وهكذا تستمر بإنشاء الأسئلة، ورا ما خلصت قفلت، قفلنا كل شيء، نختار هلدان. كل سؤال مبدئيا تقديرك إلى جيد 10 ثواني، يختار الطالب 15 ثانية، العفو يختار الطالب 30 ثانية إلى آخره. مسائل الرياضيات هنا ذاكر لك مثل الملاحظة أنه بها عمليات رياضية تحتاج لها وقت، يعني هم تقدير راجع لك. مبدئيا نخليه 15 ثانية، لأن هذا العداد يطلع ويا كل سؤال 15 ثانية، لازم تجاوب خلال هاي الفترة. ترتيب الأسئلة كيف؟ بدون ترتيب، عشوائي الإجابة فقط، الأسئلة فقط، ترتيب عشوائي نختار. حاليا كملت الهيكلية. بدأ هذا الاختبار، هذا تجريبي، يعني تدوسه حيتفعل قدامك انه شلون حيطلع للطالب، نفس الفكرة كأن ما انت طالب، يطلع قدامه شلون يختار وشلون الإجابة. بدأ الاختبار في مجموعة دز المجموعة، مشاركة الاختبار هذا الشاركة ويا جروب طلاب، هم مجموعة عندك جروب أحد مهيئهم على امتحان، تدز لهم تعديل الاختبار في حال عندك خطأ، عدل عليه وإحصائية الاختبار ورا ما تخلص. فهسه مبدئيا تقدر عن طريق هذا الرابط تنسخه، تعطي نسخ وتدزهم، أو تقدر منها مشاركة الاختبار. راح نعطي بدء هذا الاختبار حتى يكون كأنما جاي للطالب، كأنما أنت دازه للطالب. فما تنطي بدء هذا الاختبار حيعطيك المعلومات العامة، استعد جيدا لاختبار امتحان الحاسوب، قلنا المادة الحين امتحان الحاسوب، الوصف إلى امتحان يومي، عندك سؤالان كل سؤال 15 ثانية، ستكون الإجابة ظاهرة لمالك الاختبار اللي هو أنا، اضغط على الزر أدناه عندما تكون مستعد لإيقاف الاختبار، أرسل استوب مستعد على التنازلي، انطلق. هيبدينا بأول سؤال، شوف جوا السؤال مكتوب هذا العداد مثل الساعة، من الأمثلة على وحدات الإدخال مثل الساعة 9 لينزل هذا العداد حتى 15 ثانية. على وحدات الإدخال أخذنا الماوس، هنختار هسه مكبرات الصوت، طلع الجواب الصحيح الماوس، الرسالة اللي كتبناها. من استخدامات الحاسوب بالمجتمع وين في التعليم هذا العداد ينزل 9 8 7، تختار في التعليم إجابة صحيحة. خلصنا السؤالين، يقول لك الصحيحة واحدة، الخاطئة عندك واحدة، فائتة 0 ما عندنا فيه فائت، 25 ثانية.6 المركز الأول. حاليا خلصت الهيكلية الأساسية لعمل اختبار أو أسئلة، حاول مجددا بدء الاختبار في مجموعة، مشاركة الاختبار هم نفس الخطوات اللي ذكرناها بالبداية. أتمنى يكون الشرح واضح ووافي، وإن شاء الله هناخد ميزات ثانية للتليجرام تخدمنا احنا كمدرسين، خاصة وضعنا هسوي الطلاب نتواصل وياهم عن طريق هذا البرنامج. تحياتي لكم، أخوكم مدرس مادة الحاسوب أستاذ حسين حبيب، مدرسي متوسطة العدالة.